خلينا نروح عند قيس ونعرف ايه الاخبار عنه. شكرا سالي، بدي اقول لك وللمشاهدين نحن وصلنا للميشن اوف ذا ويك، مهمه الاسبوع اللي بيخضعوا لها المشتركين بمرافقه المنتور. هالمهمه علامتها من 20 وهي اللي بتقلب النتيجه تماما، وتمحورت هذا الاسبوع حول كيفيه تعاطي المشتركين مع الاطفال. خلونا نشوف سوا شو اللي صار. زي كل اسبوع توجه المشتركين لتخطيط احداث معينه بمهمه الاسبوع. دكتور مأمون بيبقى معاهم في كل امتحان عشان يديهم النصايح اللازمة ويقيم لهم عملهم. نحن اليوم بمكان أخذين طموحات الأطفال ومستقبل الأطفال ومعمرين لهم كل واحد حسب ما هو بده. فكروا وطلعوا بشيء له علاقة بهذا المكان، بنضج الطفل، المستقبل الواعد لهذا الجيل. لا تسألوا 50 سؤال، حطوا السؤال شو من جوابك هاته، هبوا إلى العمل. بلشنا؟ يا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا تابعونا. نحن حاليا في مدينة الأطفال، مدينة ترفيهية تعليمية بـ80 مهنة بتعلم الأطفال تحمل المسؤولية. أطفال اليوم صناع المستقبل. نفسك تطلع إيه؟ مستقبل ابنك اوعى أنت تحدده، هو اللي هيختار مستقبله. مايا ليش بتحب تكوني مذيعة؟ ما كثير عجبتني سوسن، بالعادة بتكون أفضل بكثير. أنا شايف فلوس كثير وشايف أنتوا بتعملوا إيه؟ قول لنا بس بتعمل ايه اول ما بتشوف مريض موجود في الشارع. ليه نفسك تطلع دكتور؟ لانه انا من سوريا وعندنا في بلدنا حرب وفي كتير ناس عم بيموتوا، وانا بدي يصير دكتور عشان اعالجهم حتى لو ما معه مصاري. كيفكم شباب؟ علمني علمني الخطوات كيف حتصير. اوكي طب هلا انت صحفيه شو بدك تساليني؟ دانيا ما كانت كتير كويسه بس انقذت حالها بالاخير. شو بدك تعمل بالحاله هي؟ لو جاكي واحد وقال لك ما عندي مصاري وانت فولتي له السياره بتطفي المطافي؟ الو انت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ ترسمي؟ طالعين نازلين. ليه حبيبتي حابه انك تصيري شرطيه بالمستقبل؟ لسعد العالم. وانت يا حياتي؟ واحميهم. وانت كانت لازم تكون محضره الاطفال لهيك ريبورتاج. الكورنر اسمه فاشن، بيحضروا بيلبسوا ثياب وبتعطيهم الستايلست ثياب، بعدين بفوتوا على الرانواي وبيمشوا. حضرتك شايفه ان التكت هنا غاليه؟ عشان كيس كارن بياخدوا نص القيمه. في الحالات اللي زي بنت حضرتك بياخدوا فلوس اقل من نص القيمه. برافو ريما. تعالى معايا عندنا الصغار اهو، قول لي بقى انت عايز تبقى مذيعه ليه؟ بس مشهوره. في عنا برنامج اسمه مذيع العرب، لجنة التحكيم طوني خليفة ممكن تاخد مكانه إن شاء الله في الإثكت. يمكن أخده، بس هو مذيع منيح وقوي بإعلان. كيف فاجأتني أنه تحولت للأسئلة الجريئة؟ طب هلأ بهالطريقة نحن بنعرف أنه الولد لما بيكون حابب شيء هو بالبيت بيقدر يجي ويطبقه عملي. ساندرا قوية. باي. الأطفال بيحبوك يا توني. حتى الأطفال بيحبوك. الحمد لله. الحمد لله. دي كانت مهمة الأسبوع، ودلوقتي خلينا نشوف الدرجات اللي اداها المانتر للمشتركين. يا ترى مين فيهم قدر فعلا يتعامل بطريقة سليمة مع الأطفال ومين اللي ما قدرش؟ ده اللي هنعرفهم الدرجات. الدرجات هتظهر دلوقتي، وأكيد الدرجات دي هتقلب الموازين تماما. لميس سلامة أحسن واحدة، وممدوح الشناوي مبروك، تفضلوا وقفوا. هاي العلامات بتغير المعادلة، هاي الدرجة طبعا هاي علامات مهمة الأسبوع سالي، وهي ممكن تقلب المعادلة كلها. أكيد ضافوا على علاماتهم اللي أخذوها بالتحدي الأول. بالتحدي الأول وهلا رح ناطرين نشوف شو المجموع العلامات كله من 100 بصير صح؟ دلوقتي هتطلع من 100 وبعدين هنشوف. لميس سلامة وساندرا علوش مبروك، فزتوا باللحظة الذهبية. أفضل اثنين فائزين مبروك لميس ومبروك ساندرا. 90 درجة 86 لساندرا. أضعف ثلاثة هن أضعف، مش أسوأ، بيزعلوا من أسوأ. بيزعلوا المشتركين. بنقول أضعف ثلاث درجات حصلوا عليها محمود عامر، سوسن سعد، باسم طبانة من مصر، وبالتالي هن رح يخضعوا لمرحله الزابي. عايزه اقول لكم ان باسم كان في الصداره، لكن بعد الدرجات اللي اخذوها في ميشن اوف ذا ويك
باسم بقى أقل درجة ما بين المشتركين. يعني ميشن اوف ذا ويك مهمة جدا، وفعلا زي ما دايما بنقول إنها ممكن تقلب كل الموازين. بالظبط. مبروك للميس، مبروك لساندرا. فإذا المشاهدين أنتم وعدكم تقدروا تخلوه أن يستمروا بالبرنامج وما تكون حلم من بعد كل الصعوبات اللي مرقوا فيها. أما الأرقام اللي بتقدروا تصوتوا عليها فعم تشوفوها قدامكم على الشاشة.